السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كلاود ستوريج على جوجل كلاود بلاتفورم في ميزة جدا جميلة اسمها سوفت ديليت. هاي الميزة تسمح لك تحافظ أو تحذف الأوبجكت لكن ما بنحذف بشكل نهائي، وإنما يتم الاحتفاظ به لمدة معينة أنت بتحددها. أقل مدة ممكن تحددها في حال تفعيل هاي الميزة هي 7 أيام. في حال تفعيل هاي الميزة أقل مدة ممكن تحددها 7 أيام، يعني أنت ممكن ما ت... يمكن تيجي تقول أنا بدي أفعل السوفت ديليت فيتشر على كلاود ستوريج أوبجكتس، لكن ما بتقدر تقول احتفظ في البيانات إلى 5 أيام، لازم 7 أيام على الأقل، لازم 7 أيام على الأقل. وهي الميزة بإمكاننا نحددها لما عم نسوي كرييت للباكيت. أثناء كرييت الباكيت لاحظوا نختار هاو تو بروتكت الأوبجكت داتا سوفت ديليت والديفولت 7 دايز، ما بنقدر نحدد اقل من 7 ايام، ما بنقدر، ولكن بنقدر نلغي الفيتشر كلها، يعني سوفت ديليت بوليسي ممكن نسوي لها ديسيبل. والطريقه الثانيه في حال كان عندنا اوبجكت اوريدي كرييتد وبدنا نفعل عليها هي الفيتشر، فبامكاننا نسويها من البروتكشن تاب اللي في تفاصيل الباكيت، والان راح نشوف تفاصيل عنها. الآن أول شيء عندنا باكيت اوريدي، هذا الباكيت كرييتد، فبإمكاننا نحن عشان نفعل أو ديسيبل هي الفيتشر اللي هي السوفت ديليت بإمكاننا نروح على البروتكشن. بنروح على البروتكشن، طبعا السوفت ديليت المقصود فيها إنه حتى لو حذفت الأوبجكت سواء صورة أو فايل أو فولدر بيضل موجود وبإمكاننا إيش نسترجعه إذا ردنا، يعني مثلا سوي له ريستور، ممكن نحذف بالغلط مثلا. جوجل ايش سوت؟ سوت انتروديوس لنيو دروب داون، هي هون مثل ما احنا شايفين اسمها لايف اوبجكتس اونلي اور سوفت ديليت ديليتد اوبجكتس اونلي. هذا الاوبجكتس لما بنسوي له، او عفوا لهي الاوبشن لما بنسوي له سيلكت بيطلع لنا كل الاوبجكتس اللي ديليتد واللي هي اندر هي البوليسي، اللي هي اندر هاي البوليسي. طبعا لو سوينا كليك على هذا الاوبجكت راح نلاحظ تفاصيل. طبعا هذا ما بيشبه موضوع الفيرجن، لازم ننتبه، موضوع الفيرجن شيء وهذا موضوع شيء ثاني. طبعا لاحظوا هون هذا هو الاوبجكت اللي ايش اللي اندر سوفت ديليتد، لكن لا تلخبطوا بينه وبين الفيرجنينج. الفيرجنينج شيء والسوفت ديليت ايش شيء ثاني. طبعا اذا نسوي له ريستور نضغط على ريستور وبيسوي له ايش ريستور بشكل كامل وبيرجعه اندر الفولدر او وات ايفر اندر الباكيت اللي كان بيحتويه. نفس الشيء بالنسبه للفولدر، لو جينا هون طبعا هذا الفولدر هو اللي ايش اللي ديليتد. طبعا لاحظوا الفولدر ما في تحته داتا، الفولدر ما في تحته داتا، اللي تحته داتا فقط ايش؟ هو امتي فولدر، اكشلي هو امتي فولدر، لذلك ما بامكانك تسوي ريستور لاي شيء. ما بامكانك تسوي ريستور لاي شيء. لو جينا على بروتكشن وحاولنا مثلا نحط 5 ايام ما بنقدر، لازم على الاقل 7 ايام. طب لو جينا مثلا بالسكند او بالاشهر، بالاشهر طبعا ممكن، لكن بالسكند مثلا لو حطينا 10,000 ثانيه كم ما بامكاننا، لازم 7 ايام على الاقل. لازم 7 ايام على الاقل، لكن بامكاننا ايش نسوي؟ نسوي ديليت، يعني ما عاد في ديليت طبعا للسوفت ديليت بوليسي، وبالتالي ما في بوليسي تحميلك الاوبجكتس تبعك لما بتنحذف. مجرد تنحذف الفايلات، مجرد ينحذف الاوبجكت تبعك immediately permanently يتم حذفه تماما من الباكيت. طبعا في حال وجود موضوع الفيرجنز عاد هذا موضوع ثاني، لكن السوفت ديليت بوليسي في حال حذفناها الاوبجكت بيصير له حذف بشكل نهائي. طبعا بامكاننا ايش نرجعها مره ثانيه. طبعا لما نسوي كرييت لاوبجكت هاو تو بروتكت اوبجكت داتا، هذا هو الاوبشن اللي نحن من خلاله بنحدد هل بدنا نفعل السوفت ديليت بوليسي أو لا. وهي الفيتشر حقيقة نزلت
من فترة يمكن بسيطة خلال مثلا شهر تقريبا في جوجل كلاود نيكست كان في كونفرنس وعرضوا فيه هاي الفيتشر. طبعا هاي الفيتشر بتساعدنا في البروتكشن في حال صار في خلينا نقول ديليت لاوبجكتس باي ميستيك، ولازم الفيتشرز ولازم البيرميشنز اللي تسمح للناس تسوي ريستور للديليتد فيرجن تكون موجودة مع خلينا نقول اندر بيرميشنز معينة بحيث ما يساء استخدامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.